هام جدا داعية مصري مشهور يعلق على سد النهضة وإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد السد، وعاجل أمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة وتحذير للمصريين قبل أيام من عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير. وأسرة الشاب المصري تعلق بعد إعدام سعودي متهم بقتله وقصاص السعودية لمصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر مهم معانا وهام جدا. داعية مصري مشهور يعلق على سد النهضة وامكانية توجيه ضربة عسكرية ضد السد. الداعية المصري المشهور محمد حسان علق على أزمة سد النهضة واحتمال الحرب ضد إثيوبيا في اول تعليق له على هذه الأزمة بعد أزمته الأخيرة مع قضية داعش واستدعائه من قبل المحكمة. الداعية المصري المشهور محمد حسان قال: مصر الأبية لم تمانع في حق الشعب الإثيوبي في مياه النيل، بل طالبت في مفاوضات طويلة صبورة تحلى بالحكمة والمسؤولية بأن تنتفع إثيوبيا والسودان ومصر بمياه النيل بصورة منصفة وعادلة، ولكن فشلت كل هذه المفاوضات أمام هذا التعنت الإثيوبي بخصوص سد النهضة. وأضاف: ازداد الأمر سوءا حينما اتخذت إثيوبيا قرارا أحاديا ببدء الملء الثاني لسد النهضة دون تنسيق أو اتفاق أو ترتيب مع دولتي المصب مصر والسودان. إثيوبيا تناست أن النيل بالنسبة لمصر هو شريان الحياة، وأنها بهذه الإدارة المتعنتة للأزمة الحقيقية المتفاقمة تجر مصر لحرب لا تريدها. مصر لا تحب الاعتداء ولكنها ترد عن شعبها أي اعتداء. محمد حسان تابع وقال: مصر على مدار التاريخ كله، ولا أقصد التاريخ الإسلامي ولكن التاريخ الإنساني كله، لم تكن معتدية على أحد. واقرأوا التاريخ، ولكن مصر كانت وما زالت صخرة من الحق تحطمت عليها كل موجات الظلم والطغيان والاعتداء. فمصر هي التي ردت همجية الهكسوس، وهي التي ردت وحشية التتار والحملات الصليبية، ومصر هي التي طردت الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي، وطردت الاحتلال الصهيوني عن أرض سيناء. الداعية السلفي محمد حسان تابع وقال: نعم، نحن مع مصر في أي قرار يتخذه ويراه المسؤولون مناسبا للحفاظ على حق مصر في مياه النيل، نؤيده وندعمه، ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وألا يحرم أهل مصر نعمة مياه النيل، ويجعل مصر في أمانه وستره وضمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مصدر معنا كان من المصر اليوم. هذا كان يعني تعليقا من الداعية السلفي محمد حسان، يعني كان تم استدعائه في قضية داعش إمبابة من قبل القضاء المصري، وهذا تعليقه على قضية سد النهضة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل أمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة. سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر قال إن أمريكا تدرك مدى أهمية الأمن المائي لمصر، شدد على دعم الولايات المتحدة لحل تفاوضي بين مصر وإثيوبيا والسودان. السفير وضح في مقابلة مع جريدة إيجيبت ديلي نيوز الناطقة بالإنجليزية أن الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى أهمية الأمن المائي لمصر، ونحن نؤيد حلا تفاوضيا بين مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية خلافاتهم بشأن سد النهضة. السفير الأمريكي في مصر أشار في المقابلة التي نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على فيسبوك مقتطفات منها إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين عين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي، وهو جيفري فولتمان، لافتا إلى أنه سيكون على رأس مهامه العمل على حل الخلاف حول السد الإثيوبي وقيادة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود في هذا الأمر. السفير الأمريكي شدد على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية
وقال إن شراكة البلدين تحقق فائدة مشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة على حد سواء. السفير لفت إن الإدارة الأمريكية حريصة على تعميق التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. أشار إلى أن هذا هو ما تم التأكيد عليه في جميع اتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع القيادة المصرية. المصدر معنا كان من إيجيبت ديلي نيوز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر الهام. هل حضراتكم شايفين أن أمريكا قادرة أنها تحل هذا الموضوع بمصر والسودان وإثيوبيا بشكل تفاوضي أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير للمصريين قبل أيام من عيد الأضحى. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين من ارتفاع شديد في درجات الحرارة في مصر خلال أول أيام عيد الأضحى. أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع الحالي لتصل ل 41 في القاهرة والجيزة و 45 درجة مئوية في محافظة الصعيد. أضاف أن يشهد الطقس ارتفاع الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك. المصدر أضاف أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال فترات النهار على كل الأنحاء، حار في فترات الليل. مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أكد في مصر إن هذه طبيعة فصل الصيف الذي دائما ما يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة معدلات أشعة الشمس على مدار اليوم. وضح إن احنا هنشهد ارتفاعات أخرى في درجات الحرارة من يوم الجمعة غدا وحتى يوم الأحد، حيث ستصل درجات الحرارة في مصر أو في القاهرة إلى 39 و40 درجة مئوية في الظل و42 درجة مئوية في ارتفاع نسب الرطوبة. مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية نصح طلاب الثانوية العامة بالإكثار من شرب المياه أثناء التواجد خارج المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة وتجنب الأماكن رديئة التهوية أو المغلقة. كما نصح سائقي سيارات على الطرق السريعة بتجنب السفر على الطرق الزراعية أو المسطحات المائية قبل الساعة 7 صباحا بسبب تكون الشبورة المائية حتى تكون الأجواء ألطف. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأسرة الشاب المصري تعلق بعد إعدام سعودي متهم بقتله. وقصاصة السعودية لمصر، علقت أسرة الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض على قرار القضاء السعودي بإعدام المواطن المتهم بقتله. السعودية قضت بإعدام المواطن السعودي بعد قيامه بطعن المواطن المصري أثناء فترة عمله بالمملكة السعودية بعد 4 سنوات على قتله غدرا حينما كان يدافع عن شرف إحدى الفتيات التي حاول شاب سعودي التحرش بها. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى ما كنش يعني طولت على حضراتكم. كان معكم إسلام الأمير، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.